تعالوا نشوف او ناخد معانا على التليفون عبد الرحمن عمر، عضو مبادره ابدا. ازيك يا عبد الرحمن؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ ايه احوالك؟ الحمد لله تمام. بما اني كنت بقول ابدا افكار يقودها ويديرها الشباب، عندك كم سنه يا عبد الرحمن؟ 30 سنه. الله اكبر، اتخرجت من ايه؟ انا تجاره السويس. حلو. 2012 وتدربت في العمل المصرفي، اخر تايتل كان او اخر درجه وظيفيه كانت نائب مدير عام. الله. بأحد البنوك. الله الله الله. تنقلت ما بين 3 بنوك يعني، كلهم اشتغلت في ائتمان الشركات واداره المحافظ الائتمانيه الحمد لله يعني. طب دي حاجه عظيمه جدا. بتعمل ايه في ابدا يا عبد الرحمن؟ ابدا يعني يمكن حضرتك كنت بدات في شرحها بشكل وافي، ولكن ممكن نضيف على شرح حضرتك كام أرجوك. نقطه عشان برضه افهم الناس احنا بنعمل ايه. ارجوك. احنا بدانا الشغل على مبادره ابدا في اكتوبر 21، ويمكن قبل التاريخ ده كمان كنا ب6 شهور كنا شغالين بشكل تحت ملف الصناعه، لكن ما اتبلورتش فكره حقيقيه احنا ايه المخطط بتاعنا لغايه لما وصلنا لاكتوبر 21، ان بقى في زي صيغه او نموذج عمل نقدر فعلا نقول ان ده النموذج اللي نقدر نشتغل بيه، ويمكن اللي حضرتك عرضته من شويه. النموذج دوت احنا اشتغلنا عليه 12 شهر قبل اعلان المبادره او اطلاق المبادره في اكتوبر 2022 عشان تظهر للنور بالشكل اللي احنا شرحناه للناس. طيب هل كان، عشان برضه في ناس بتبقى شايفه، هل في صدفه ان القرار بتاع ان احنا نهتم بالصناعه ده النهارده؟ لا، ده ما كانش فيه صدفه. احنا كنا شايفين، ويمكن واحنا مذاكرين الوضع الاقتصادي سواء العالمي او الخاص بمصر، ان احنا هنخش في ازمه سلاسل توريد، وان في فرصه حقيقيه في ظل ازمه سلاسل التوريد ان مصر يبقى ليها مكان ونصيب في خريطه سلاسل التوريد والامداد العالميه، ان احنا نخلي او نسوق لمصر كفكره مركز لوجستي المصانع تنتقل اليه. الحمد لله احنا ازمه الطاقه من 2016 لغايه النهارده احنا حققنا فيها نجاحات، وبقى عندنا فوق الطاقه بنيه تحتيه من 2016 لغايه النهارده، لو احنا عكسنا التقدم اللي فيها الحمد لله بقى كويس، فبقى عندنا بنيه تحتيه وطاقه متوفره في وقت في بعض الدول بقى عندها ازمه طاقه، وبقى عندها كمان عقوبات اقتصاديه، في حين ان انا عندي اقتصاد الحمد لله متوفره فيه الطاقه ومتوفره فيه البنيه التحتيه وقدره اقتصادنا على التعامل مع الاقتصاديات المجاوره سواء من الغرب او من الشرق، الحمد لله احنا بندير علاقات ذات متوازنه، فالاقتصاد عندنا معلوش عقوبات وعندنا اتفاقات تجاريه وتجاره حره نقدر نتعامل بيها وندير بيها اسواق كويس. العوامل دي خلتنا ان احنا واثقين ان احنا لو احنا بدانا فعلا حاطين الصناعه بخطط ذكيه وبنتعامل بيها مع رجال الاعمال ورجال الصناعه المصريين ان احنا نوجههم سريعا ونحفزهم في اتجاهات الدوله المصريه، الموضوع هنقدر نلاقي ثماره. يمكن برضو الناس مثلا لما تيجي نتكلم على صناعه الناس بتفكر فكره ان احنا نعمل مصانع جديده، لا احنا مش هاملين الناس اللي بدات والناس اللي اشتغلت والناس اللي صمدت في يمكن سنين صعبه مع تغيرات اقتصاديه ومع خطه اصلاح اقتصادي. انا ما اقدرش اهمل النهارده اي مصنع ايا كان حجمه ايا كان الدور اللي بيأديه، حتى لو كان دور بسيط، حتى لو كانت مواد تعبئه وتغليف بسيط، مهم مطلوب في الاقتصاد. حلو. النقطه الثانيه كانت اهم رساله احنا بنتاكد عليها، يمكن لما كنا بنقعد مع مجتمع المصنعين المصريين، هو انتوا جايين تعملوا الحاجات اللي احنا بنعملها يعني؟ لا، احنا جايين نكمل السوق، وده اللي حصل في اكثر من مشروع. احنا على الناس بنخش في الصناعه المغذيه سواء بنعمل تكامل باك انتجريشن او فور انتجريشن، اللي هو بكمل المنتج اللي موجود سواء اشوف هو ايه مدخلاته فبصنعها او ايه اللي ممكن استخدمه عشان اطور المراحل التصنيعيه جوه مصر عشان اعلي القيمه المضافه اللي بتتم في المرحله التصنيعيه، ده اللي احنا شغالين عليه، ودي الفلسفه اللي احنا دايما بنقولها للناس. انا بشكل شخصي يمكن كنت احد الناس اللي بدات وما زالت في المبادره بتتكلم في فكره دعم الصناعه والمصانع المخلفه والمتعثره وبحث حلولها ايه واسباب التعثر بتاعها ايه. ويمكن من مؤتمر الاقصر لما السيد الرئيس اتكلم قال لك المصانع اللي بدات وحصل عندها انها مخالفه وبقت مش عايزين المواطن يبقى في مواجهه الدوله، وعايزين اللي بدا واشتغل وسعى انه ياخد رزقه بالحلال نحن نقننه ونشرعنه ونوفق له وضعه. ودي كانت احد الرسائل برضه ان احنا لما حتى كنا بنتكلم المصانع اللي عندها المشاكل النوع ده، انا مش جاي ابقى ضدك، انا جاي اقول لك الصح ايه واعرفك ايه مزاياه وازاي تستفيد منه، لان في الاول وفي الاخر هو بيدير منشاه عايز بتهدف الى الربح، فلازم ما نقلوش من حاله الربح لحاله الخساره. والا مش هيستجيب ومش هيستمر لو انا ما اشتغلتش بقى على الدماغ دي.